مرحبا، معكم محمد خلف. في هذا الفيديو من الاب انفنتور بدنا نشرح عن كيفية اضافة ريكورد او رو في الداتابيس على ليست فيو. يعني بدنا نضيف، مش رو، بدنا نضيف كل الداتا، كل ايتم في الليست فيو راح ينضاف فيها رو. انتقل للشرح. بالبداية بدنا نشتغل على الديزاين. بدنا نضيف بوتون اللي هو يعملنا الاد على الليست لما نكبسه. نضيف ليست فيو اللي هي راح تحتوي على كل على الريكورد. نضيف ليبل نعمل تيست عليه اذا شغال ولا مش شغال. نضيف ويب كونكتيفيتي اللي هي راح تربط لنا البي اتش بي فايل نقدر نحطه فيها. بعد هيك بدنا نعمل كرييت للاد اور ريكورد دوت بي اتش بي، وهذا الفايلز راح نعمله ابلود على 00 ويب هوست، وراح نشتغل على البلوكس بالاب انفنتور. فبالبداية بدنا نروح على الاب انفنتور، نفتح برنامج جديد او نعمل اد سكرين. جوا هاي السكرين بدنا نضيف بوتون، راح نسمي البوتون اد ريكورد اول ريكورد، ونعمل له رينيم نسميه اد اول ريكورد اندرسكور بي تي ان. ثم نضيف ليبل اللي هو راح نشوف راح نعمل تيست فيه. بعد هيك راح نضيف ليست فيو عن طريق طبعا كل ديزاين كومبوننت دراج دروب لنصف الشاشة. بعد هيك راح نضيف الويب عن طريق الكونكتيفيتي كاتيجوريز اللي هي موجودة هون، تكبس عليها وبتسحب الويب. بعد هيك نوتيفاير راح نضيفه من يوزر انترفيس على اساس يعطينا مسجات. الان بدنا نروح على البي اتش بي فايل، راح انزلكم اياه مع الفيديو بالديسكريبشن، راح يكون موجود. او انكم بتعملوا كرييت لفايل على النوت باد، لما تيجي تسيفوه بتسيفوه از بي اتش بي فايل. بالبداية الجملة اللي هي راح تعملنا الكونكشن مع الماي سيكوال داتابيس، راح تحط الداتا او الكونفيجريشن. طبعا الكونفيجريشن بدك تروح على الويب سايت اللي هو 00 ويب هوست، تعمل لوجن او تعمل كرييت. واذا عملت كرييت بدك تختار الاول وحدة على اليمين اللي هو كرييت يور اون ويب سايت، يعني مش الخيار تبع الوورد بريس اللي بيكون بالنص، اللي على يمينه. بعد هيك راح تفتح على الماي ويب سايت اللي هي ماي سايت، تختار الداتا بيس مانجر. من الداتا بيس مانجر راح تختار الكونفيجريشن، راح تكون كالتالي: الداتا بيس نيم، داتا بيس يوزر، داتا بيس هوست. اذا انت عملت من جديد راح يعطيك اول ما تعمل كرييت للويب سايت راح يعطيك الباسورد تحطه وتخزنه، او انك بتجيب باسورد عن طريق اللي هي change password وراح يعطيك الباسورد. زي ما احنا شايفين راح نعبي الكونفيجريشن بدل كل وحدة. بعد هيك راح نيجي هنا نشوف هاي الجملة، اذا انه ما في connection راح يعمل failed. خاصة كمان اذا انك بدك تعرف اذا انه هاي الجملة صح ولا لا، هل اصلا راضي يعمل السيستم اللي عندك كونكت مع الداتابيس. اذا هاي الجملة ما طلعت لك معناته هاي نجح في هذا الاشي. بعد هيك بدك تعرف بالداتابيس اللي هي variable تسميه db، تحط فيه database name اللي هي عن طريق copy paste من هون تعبيها. ثم بدنا نتأكد انه عن طريق database name وعن طريق الكونكشن هذا شغال. اذا شغال معناته بده يطبق لي الجمل التالية. بدنا نطبق ال SQL query التالية، بنسميها طبعا لازم تسمي ال variable لها، بتسميه query اللي هي select star from student. بتكون انت معرف table، راح يجيب لك من التابل هذا كل الروز، كل الداتا، يعني جميع الداتا الموجودين في هذا التابل راح يسحب لك اياهم. هاي جملة SQL مع الماي سيكوال. بعد هيك بدك عن طريق الريست تستدعي هاي الجملة تربطها مع الكونكشن
على أساس يفهم إنه هاي الجملة طبق لي إياها مع الداتابيس المعينة اللي هن الكونفيجريشن إلها كالتالي: الهوست نيم إلها، السيرفر نيم، الداتابيس يوزر نيم، الداتابيس باسورد، داتابيس نيم. هاي الجملة طبق لي إياها مع هاي الكونفيجريشن. إذا طبقت بعد هيك اعمل لي وايل، كل رو عندك بكون موجود بدك تسحب. طبعا هاي الجملة الماي سيكوال اي فيتش اري بتسحب لك الداتا، عندك الاي دي، عندك النيم، عندك النمبر، بفرق بيناتهم فراغ. واخر اشي بدك تحط اللي هي بعد كل سطر من هدول بدك تحط علامة اللي هي شيفت، وراح تكون فوق الانتر. طبعا هاي بالاب انفنتور راح نستخدمها على اساس نفصل بين كل سطر وسطر في الداتا، على اساس نجيب انه هذا رو، لانه بالبي اتش بي فايل لما تسحب كل الداتا على الطريقة اللي احنا سحبينها راح يسحبها كلها مرة واحدة، وراح نشوف كيف راح نعمل عن طريق الويب براوزر. اذا ما زبط اعطيني الايرور مسج اللي هي could not able to execute. طبعا بعد هيك بدك تخزن الفايل، بدك تروح على الويب هوست اللي انت عملت له كرييت، بدك تفتح على الفايل مانجر. من الفايل مانجر بدك تختار ابلود فايل. من الابلود فايل راح يطلع عندك كل الفايلز اللي انت ضايفهم، ان كان HTML فايل، PHP فايل، كل الفايلات اللي عن طريق الببليك. هاي الويلكم فايل راح يكون محمل هون، تيجي بتكبس عليه رايت كليك وبتختار فيو. طبعا لما تطبق الفايل راح يسحب لك كل الداتا مع بعض، وزي ما انت شايف كل رو بفرق عن الثاني عن طريق الكود اللي احنا حطيناه، اللي هو هذا الرمز لما حطيناه، وراح نستدعيه بالاب انفنتور عشان نفصل بين كل رو ورو. بعد ما عرفنا البي اتش بي وتأكدنا انه سحب لنا الداتا كلها صح، ننتقل للمرحلة التالية اللي هي بدنا نشتغل بالبلوكس في الام اي تي اب انفنتور. نروح على البلوك داخل البوتون اللي هو سميناه اد اور ريكورد، بدنا نعرف جواته، نستدعي اليو ار ال اللي هي اليو ار ال اللي هي لما عملنا رايت كليك على البي اتش بي فايل وعملنا فيو فتحنا هاي الصفحة، بدك تجيب هذا اليو ار ال اللي هو هون بي اتش بي اللي هو اخره بي دوت بي اتش بي. بعد هيك راح نرجع نعمل له كوبي بيست ونختار كول اللي هي لما نيجي على الويب راح تكون اليو ار ال موجودة هون، هيها اخر اشي راح تكون، وراح تحتيها نحط كول اللي هي جيت ويب. بعد هيك راح نسحب كمان بلوك من الويب، اسمها بتكون بالاول موجودة اسمها جت تكست. جت تكست راح يكون فيها كذا عنصر، احنا راح نستخدم منهم الريسبونس كود وراح نستخدم منهم ريسبونس كونتنت. بالبداية بدنا خلينا نبلش في جملة الاف من الكنترول، بنسحب اللي هي اف then else. اول سطر بنسحب من الماث اللي هي جملة اليساوي، بنحط response code. get response code بتجيبها عن طريق بتودي المؤشر فوق ال response code، راح تطلع لك الشغلتين set response code و get response code، ناخذ ال response code. طبعا هاي ال get response code اذا انه تطبق كل اشي تمام وطلعت لك هاي اللي هي الداتا انسحبت على الويب براوزر، معناته في response code انه انت قدمت request والريكوست انبعثت لك الداتا اللي انت قدمت request الها، راح يكون هاي ال response code equal to 200 زي كأنه success، بس انت بتستخدمها انه اذا انه مثلا زي كيف success او نجحت، بس هون الكودز كل كود له معنى مختلف، فاحنا بنقول انه الكود لما ينجح لما تعمل هذا الكود طبق جيب ال URL هون وبعدين تعمل له get الكول get راح يجيك الكود 200. فاذا صح والكود اشتغلته صح وكل امور تمام، راح تعمل شو؟ راح تعرف initial
local variables تسميها name عن طريق ال variables، بدك تسوي initialize ل local variables. جوا هاي ال local variables بدك تعمل split. لو بتتذكروا انه كل الداتا اللي هون اجت عن ورا بعض، وبفصل بيناتها اللي هم، انا ناسي شو اسمها هذا الرمز، بس بفصل بيناتهم هذا الرمز، تعمل له كوبي للرمز. لما تيجي هون بدك تعمل split. طبعا split من text بتجيب split، بفصل لك الداتا اذا كان عندك text معين طويل، بعمل له split عند اللي هي كلمة at عند text محدد، مثلا بدك عند فاصلة يعني هون عند هذا الرمز، فبتحط الرمز الموجود هون. والget response content، response content الكونتنت اللي هي موجودة هون، هاي بسموها الكونتنت. والresponse code الكود اللي هو إن نجحت أعطاك إياها 200. بعد هيك راح تيجي هنا، إذا إنه هاي الأمور كلها تمام، جيب لي ال variables وحط لي إياه وين في list view. فهون راح يجي مثلا التكست كله يحطه في ال text view، راح يفصل بعدين، راح مثلا هون يصير سطر سطر سطر، كل واحدة من هدول راح تكون عبارة عن ريكورد في الداتا، او راح تكون ايتم في الليست فيو. اذا انه ما زبط اللي هي اعمل لي شو للمسج التالي. فبنيجي على الايميوليتر عشان نتأكد من الكود اذا شغال ولا لا. بنيجي على الاد ريكورد، نكبس عليها، شوف شو المشكلة. عملت ريسيت للكونكشن، ريسيت كونكشن، ورديت شغلت الاميوليتر. بعد هيك لما جيت هون عند الشاشة عملت اد اور ريكورد، اللي هي طلعت لي زي ما انتم شايفين، اللي كل بسموها شو هي، كل ريكورد موجود عندنا في الداتابيس حط لي اياه في ايتم. لو نيجي احنا على الديزاين ونروح على الليست فيو، في خيار اتخيل يكون سكرولبل، خليني ادور عليه. هي اصلا الديفولت الها كان سكرول زي هيك، بس بتعملها سان لانه بشتغل على الاميوليتر مش على الاي اي كومبانيون اللي هي على التلفون، لانه هداك اسهل. بس احنا زي ما شايفين كل الداتا فصل لنا اياها زي ما هي موجودة هون، وهذا الرمز هو اللي خلاه يفصل لنا اياها، الرمز هذا اللي حطيناه عن طريق البي اتش بي زي ما انتو شايفين. طبعا يعني هاي المشاكل ممكن تصير في البداية بالإيميلاتر في التست، بس لما تنزل اي بي كي بدك كمان تعمل تست. فالبرمجة يعني فيها شغلة ممكن تاخد وقت، بس لقدام راح تريحك من المشاكل اللي هي تضلك تعمل تست على كل اشي، غيرت كود معين بدك تعمل تست. في انواع كثيرة من التست، منها تعمل تيست للكومبوننت معينة، بعدين تربط الكومبوننت بسموه يونت تيست، وفي سيستم تيست، في كذا يعني موضوع ثاني ممكن اذا بدكم عنه فيديو نشرحه. اذا بدكم عندكم اي كومنت على الاد اور ريكورد ممكن تكتبوا في الكومنت سيكشن، بدكم فيديوهات مثل هذا ممكن تعمل لايك سبسكرايب، وممكن بالفيديو القادم راح نشتغل كيف نضيف ريكورد لحال، نسحب ريكورد لحال، وراح كمان نعمل الويلكم سكرين. نشوفكم بالفيديو القادم.